السلام عليكم ورحمة الله. تأتيني رسائل أحيانا، أنا قلت لكم هنا في هذا الشهر في رمضان يعني استأذنت ممن يكتب إلي لبرنامج نور وهداية وبرنامج مسائل ومشكلات ألا أجيب على هذه الرسائل في شهر رمضان إلا على ما كان منها متصلا بأحاديث رمضان أو يعني قريبا منها، لأن رسائل كثيرة لو أجبت عنها ما يبقى لي وقت للحديث. في رسالة جاءتني من ما في اسم، من مرسلها يبدو أنه صوفي، قال أنا انتقدت خطباء المنابر وطعنت عليهم، عم حمل علي حملة عظيمة جدا، يعني مثل ما قال في مثل فقهي زناه فحده، أنه واحد ما زنى فنسب إليه الزنا وأقام عليه حد الزنا. أنا ما طعنت بالصوفية ولا قلت شيء. قال لماذا تكلمت عن الذين يدعون إلى الزهد وإلى الفقر؟ قال الفقر شعار الصالحين. رسالة هي لك موجودة عندي هنا. هالفكرة هذه فكرة طارئة على الإسلام، يعني أن يكون الفقر في ذاته مزية وأن يكون فضلا وأن يحرص عليه وأن يتمسك به. الرسول استعاذ بالله من الفقر. هذه فكرة ما هي إسلامية، انتبهوا لهذا. إذا سمعتم الفكرة من خطيب على المنبر يوم الجمعة أو من واعظ في المسجد أو قرأتموها في كتاب فاعلموا أنها فكرة طارئة على الإسلام. هلا الصحابة، الرسول نعم عليه الصلاة والسلام خير بين الغنى والفقر فاختار الفقر. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إيمانه بالآخرة كأنه يراها. رسول من يبلغ في إيمانه مبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبالنسبة إليه الدنيا، حتى هو ضرب مثال الدنيا، قال في الحديث أظنه صحيحا أنه أنا والدنيا مثل راكب في طريقي، وجد شجرة استظل بظلها ساعة بعدين تركها ومشى. هذه الدنيا في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعرض عنها وما اهتم بها. لكن ما تعمد الفقر. هلأ في بعض الصوفية كانوا لا يأكلون، جاء مرة هذا اسمه فرقد السبخي، في كتب كثير بيكتبوا فرقد السنجي، غلط. هذا فرقد كان يلازم أو يحضر مجالس الحسن البصري، بلغه أنه لا يأكل الفالوذج. قالوا لماذا لا تأكل الفالوذج؟ قال له أخاف ألا أؤدي شكره. فاهمين؟ فالوذج أصلا بالفارسي بالوزة، نحن منقول بالوزة وغيرنا معناها. قال له يا بارد أو يا أحمق أو يا ما أدري ماذا، يعني لحق له مسبب فيها مداعبة. قال له وهل تؤدي شكر الماء البارد؟ في واحد قال اشتهت نفسه عليه ما أدري أي أكل من الأكلات 40 سنة. هذا كمان ليس إسلاميا، هذا شيء طارئ على الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد الطعام الطيب أكله، وإذا لم يجد صبر. كان يسأل في الصباح أهله عندكم شيء ناكل؟ شيء مو لا يقصد بالشيء أن يكون عنده يعني وليمة أو لا، أي شيء يؤكل. بيت رسول الله ما كان في شيء. ما بتقول سيدة عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين ما أدري كان يمر على بيت رسول الله الهلال والهلال، يعني شهر وشهر، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، مو نار حتى يعملوا فيها كبسة ويذبحوا طليا ويعملون وليمة، لا، ليخبزوا خبزا. قال سألوها كيف تعيشون؟ قالت إنما هما الأسودان، التمر والماء، على التمر والماء والتمر القليل. لكن الإسلام ما ذم الغنى
ولذلك في نظر الإسلام الغني الشاكر والفقير الصابر على درجة واحدة. هلا الصحابي كلكم تعرفون، ما أعلمكم، كم منهم جماعة يملكون ملايين. هلا عبد الرحمن بن عوف، أنا لي سلسلة أعلام التاريخ عنوانها أول واحدة منع عن عبد الرحمن بن عوف، جاءت مرة قافلة له بلغوا كلام عن السيدة عائشة، ما أدري إن كان صح الحديث أو لا، أنه عبد الرحمن يدخل الجنة حبواً أو شيء، أنه يتأخر. قال ليش؟ إذا كان من أجل الغنى فالقافلة في سبيل الله، كل قافلة جاية من الشام أو جاية من اليمن ما أدري، لأن قريشاً كانت التجارة بين تجارها في مكة وبين اليمن وبين هي أي رحلة الشتاء ورحلة الصيف تبرع بها في سبيل الله يمكن تساوي مئات الألوف أو مليون. طيب من أين جمع عبد الرحمن بن عوف هذا؟ من أين؟ لما آخر رسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جعل كل شوفوا الحكمة العظيمة هذه، السياسة الهائلة، الأنصار أهل البلد والمهاجرون وفدوا عليهم، فأخى بينهم، بين كل أنصاري ومهاجر، عرض عليه الأنصاري قال له أنت أخي أقسم مالي قسمين تختار أنت أعجبهما إليك. قال له لا. قال له ماذا تريد إذن؟ قال له دلني على السوق. دلوا على السوق، دخل السوق ما في رأس مال، كان في خبرة، عنده خبرة تجارية، ما عنده شيء يتاجر به من مال، صار يشتري البعير. البعير له عقال، مو عقال نحطه في رأسنا، عقال قطعة حبل تربط بها رجل البعير عندما يقعد لئلا ينهض فجأة فيهرب. يشتري البعير بالعقال ويبيعه بلا عقال، شو ربح؟ قطعة الحبل. من الحبال هذه، من عقال إلى عقال ومن بعير إلى بعير، جمع الملايين. من الصحابة اللي كانوا أصحاب ملايين، الزبير بن العوام، الزبير أيضا بعمله، مين زوجة الزبير؟ سيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، أخت السيدة عائشة. في أول الأمر ما كان عنده شيء، فكانت هي مو تطحم فقط وتعد الطعام، لا، تدور فتجمع النوى نوى التمر فتطحنه لتأكله الناقة أو ليأكله البعير. بعدين لما مات كان له زوجات متعددات، نسيت قديش، طلع لكل واحدة رقم كبير من المال. عثمان، سيدنا عثمان من الجاهلية من قبل الإسلام كان غنيا، لأنه هنا من أسرة غنية جدا من بني أمية، وكان عثمان هل يجهز جيش العسرة. إذا في من الصحابة من كان يملك الملايين، ومنهم من لا يملك شيئا. قلت لكم الكلام وتعرفونه، هذا سلمان الفارسي وأبو الدرداء وأبو هريرة وجماعة ما كان عندهم شيء، لكن ما كان عندهم شيء، ما كانوا مثل اليوم بيجينا واحد أحيانا في مسجد، رأيت هذا وأنكرته مرات، بيطلع بعد الصلاة يلقي خطبة وموعظة فعلا مؤثرة تماما، قد أتأثر بها أنا وأخشع لها، بيطلع في الأخير أنه والله أنا محتاج سعد مطيع شحات. لذلك العلماء الأولون كان منهم أغنياء يملكون الكثير من الصحابة ومن بعدهم. هلا من الأئمة أبو حنيفة من كبار الأغنياء، من جاب الغنى؟ تاجر كان يدفع رواتب شهرية عنده مثل دائرة مالية مصغرة يدفعها لكثير من العلماء. عبد الله بن المبارك كان أيضا من كبار الأغنياء، ليس ابن سعد كان في مصر، كان هذا إذا انتقل في النيل راح من الصعيد إلى وجه البحري أو شيء، له ثلاث سفن، ثلاث هذه شو بسموها الآن، مو
شو بيقولوا عنها اليوم؟ والله ما ادري شو بيقولوا التعبير، نسيت. نعم، وحدة له ولتلاميذه، وحدة له ولأهله، وحدة لمطبخه وخدمه، كلهم يأكلون على حسابه. بعث إليه الإمام مالك مرة يطلب منه شيئا من عصفر، العصفر هذا العصفر تعرفونه، هذا كانوا يصبغون به الثياب ويشتقون من اسمه فعلا، بيقولوا ثوب معصفر، هي طريقة قديمة. بيقول لك مثلا صدغ معقرب، أي كان، والآن نحن نقولها، الآن عم يقولوها، نعم يستعملونها، أنه أوضة مكندش يشتق من كونديشن يعني. فقال دقيقة واحدة باقي، إذن ما بدي كمل القصة، أقول لكم بأن الإسلام لم يحارب الغنى في ذاته، هي قولهم لا يدخل الغني ملكوت السماوات، هذه عند النصارى مو عند المسلمين. عند المسلمين الغنى نعمة، المال تستطيع أن تشتري به بيتا في الجنة أو بيتا في الدنيا، فالمال نعمة، وصاحب المال إذا شكر الله عليه، وشكر الله سأبين يوما، وتعرفون مو يقول 100 مرة الحمد لله الحمد لله ويبقى قابضا يده عن الفقراء، لا، شكر المال أن تساعد به الفقراء، وشكر العلم أن تعلم به الجهلاء، وشكر الجاه أن تساعد وتعين به المظلومين، الشكر العملي، وأهم منه الشكر بالقلب، يعني أن تكون راضيا عن الله، أن تكون راضيا عن الله. نعم، فالخلاصة أن الغني اللي رزقه الله منكم غنى فشكر الله عليه شكرا عمليا ورضي رضا قلبيا، تمام، ومن قدر عليه رزقه فصبر أيضا هذا له درجة عالية، والسلام عليكم ورحمة الله.